الكل على أهبة الاستعداد، ومن مقر الجزيرة زي ما احنا شايفين هذا المشهد. نروح أيضا كمان لفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، وزميلنا أحمد كيوان عنده لقاءات وعنده استعدادات خاصة لهذا الفرع. اتفضل يا كيوان. شكرا لك زميل عزيز محمد سعيد، وشكرا موصول لضيفك الكريم كابتن طارق الأدوار وكل متابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. اليوم من داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، النهاردة مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، يمكن محبين ومتهمين بالنادي الأهلي، كلهم مبتسمين كلهم سعداء. ده معاك من اليمين، النادي الأهلي النهاردة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، حابب أعرف رؤيتك للمباراة وتقييمك إن شاء الله هيكون لها إزاي. والله هو مش أول مرة نلعب في دوري أبطال أفريقيا، ومش أول مرة نلعب في رادس، فإن شاء الله ربنا هيسهل النهاردة. يعني كفاية إن إحنا كاسبين 3-1، يعني يكفي إن إحنا هنجي نجيب جون كمان ونصعب الدنيا عليهم. هل في بعض المخاوف في عقلك شايفها، ولا شايف الامور هتمشي زينا؟ لا خالص، ما فيش تخوف ولا حاجه، الاهلي مستعد لكل وقت وبيلعب باللي موجود معاهم من اللعيبه، وان شاء الله مش اول مره لينا ومش اول مره تبقى بنفس الظروف دي، كنا في اصعب منها وكنا بنكسب. توقعاتك نتيجه المباراه ايه؟ وممكن تلف جسمك شويه؟ ماشي. ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده وتكون نتيجه طيبه، واحنا متعودين ملعب رادس هو ملعبنا يعني. اكيد. نكسب كام النهارده؟ لا هو المكسب في الاجمالي المباراتين، لكن هي ممكن تبقى النتيجه 2-1 للترجي. 2-1 للترجي توقعي. لكن انت شايف كلمه السر في المباراه هيكون مين؟ ان شاء الله صلاح محسن لو نزل باذن الله يكون هو اختيار الكابتن بتاعنا الكارتيروني، يبقى هو اللي يبتدي اللقاء باذن الله. اكيد ان شاء الله. يمكن بشكركم، ولكن لسه مكمل معاك محمد يمكن على الجانب الاخر. النهارده شافك سعيد ومبتسم ومتفائل. اكيد طبعا، اكيد انت سعيد طبعا، لان النادي الاهلي نادي كبير جدا جدا، وطول عمرنا الحمد لله عايشين يعني بنجاحه وبتوفيقه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ان شاء الله النهارده، وانا متوقع ان شاء الله النهارده هيبقى فيه فوز، بس هو انا كل خوفي من اداء التحكيم، هو اللي هو طبعا احنا متعودين عليه. يعني احنا طول عمرنا يعني الناس بتقول ان النادي الاهلي بياخد البطولات بالتحكيم ومش بالتحكيم، يرجعوا ويشوفوا كده النادي الاهلي عانى قد ايه، وقد ايه السنه اللي فاتت برضو يعني اتحرمنا من البطوله بسبب الحكم واللي قبليها، والجون بتاع انرامو اللي هو دخل بايده دوت الفضيحه اللي هي كانت كارثه بالنسبه لل يعني ما اعرفش يعني. طب ما اتكلموش فيها ليه الاتحاد الافريقي؟ طب وليد ازارو يقف ليه؟ يعني انا عايز اعرف الاتحاد الافريقي وقف ازارو على اساس ايه؟ يعني اتقفل. لكن عاوز اروح معاك للمباراه، المباراه النادي الاهلي اكيد ناجح بطبيعته، فالنجاح دايما ليه منتقدين كتير عشان تبقى انت معايا في الصوره، لكن النهارده مباراه ممكن من وجهه نظرك شفت الاهلي يبدا ازاي؟ والله هو احنا يعني الاهلي بطبيعته ما بيشتغلش دفاع، يعني احنا مش متعودين على حته الدفاع دي نهائي، واي فريق بيلعب قصادنا بيفتح الملعب بيستقبل، يعني هو بقى يستقبل، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، بس اللعيبه تكون هاديه وتلعب بهدوء شويه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله، وباذنك يا رب يعني النتيجه هتبقى في صالحنا باذنك يا رب بمجموع المباراتين ان شاء الله. الناس موجوده من بدري وبتحجز كراسي انا عايز اقول لحضرتك ان انا هنا من الساعه 9 الصبح، يعني انا من الساعه 9 الصبح وعندي استعداد ان انا كنت ممكن ابات وارجع اجي من امبارح واقعد. النادي الاهلي بالنسبه لي هو كل حاجه، كل كيان، هو كل حياتي يعني بامانه. موفقين ان شاء الله، والتسعة اهلي ان شاء الله، التسعة اهلي باذنك يا رب، وان شاء الله وليد سليمان ان شاء الله باذن الله هيحرز هدف ان شاء الله النهارده ان شاء الله. التسعة اهلي ان شاء الله. مين يجيب الاجوال؟ الاجوال وليد سليمان وصلاح محسن. صلاح محسن. مين يجيب الاجوال تاني؟ وليد سليمان واتوقع صلاح محسن ان شاء الله. التسعة اهلي. التسعة اهلي. التسعة اهلي. شكرا. اكيد يمكن حديث من كل الاهلاويه المتواجدين في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، يمكن كلهم مبتسمين كلهم متفائلين، ويمكن احدهم موجود من الساعه 9 الصبح، يعني فرق 12 ساعه بين المباراه واذاعتها، لكن في النهايه هو سعيد بتواجده وسعيد بتشجيعه وسعيد باهتمامه بالنادي الاهلي. يمكن دي اخر ما لدينا هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد. محمد اليك الكلمه.